نعمة راهي مشغولة. هادشي من عاد على غفلة كتخليني شو معنى فريدة ومنى اش ام دايرين واحد الحفلة كامل. المهم هانتوما معانا شنو ما درنا غادي نبارطاجيوها معاكم. دايرين الدقيقية راهوما لهيها وانا نوريكم. السلام عليكم هانتوما معانا خلاص راكم ولفتونا هذايا من غادي جاي لحتى طيبتها. انا غادي نوريكم شنو بالجدة البنات درنا في لونطخي غادي نديرو هاد لا سالاد هادي ياك هذاك اللوز قالينو غير الدجاج. هنايا عندنا الديسير ها هو يا مدريسي وهنايا الاتاي درنا هاد كاين هاد البلاطو ديال الحلوى مع اتاي وصافي هادشي اللي كاين والدجاج حتى نحطوه المهم نتوما معنا شنو ما درنا غنبارطاجيو معاكم. Yeah.
صاحبي واش نعرفك مختلفه لا هو قال لا لا واش قال البز ولا لا لا شويه ماشي غير واحد دقيقه ولا دراري ما فيش يفوت 3 دقائق ما يفوت من دقيقه جوج صافي ما يبانش كاع حنا ماناش بغينا اختي ولدك حيت لي انت لي راه الرب انت محمد السادس خلاتها واحد ها هي الغزاله فريده الله يبارك فيك ها هي صوبتينا دجا شوفوا ما شاء الله كيفاش جا كيحمق فريده من قناه عالم فريده الباسك دابا نخليها لكم في الوصفه البنات وغتلقاو واحد لا فيديو ديالنا حنا بربعه انا وعالم فريده البسيط وقناه نعمه وسعاد شانيل ومنى اش ام غنخليهم لتحت في صندوق الوصف ودخلوا تفرجوا معنا في لا فيديو الله يعطيك الصحه فريده حنا راه في البيت في السطح كنطيبوا في البيت اللي في السطح واه العكس علينا راه حنا مودين لهم يتعشاو صحه وراحه صح تهنا الى شيناكم هو جا هو جا هو جا قال لكم يو 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 السلام على سلامتنا وحنا كنشكروا بكون هذا صوروا صوروا السلام هريسه ما محمامه وشكون قال لك كل هريسه انت شالك الفلاش هيا ودي ايوا تشديش العضوبه شدو كي نديروا لهم ما يمكنش من الان بدا منك ونهبط هذا راه الدريساج ديال نعمه دايمنا قبلوا صافي لا زوين زوين نكون دريسينا في القصعه هذيك واش مزيان حسن السلام عليكم بنات وداروا واحد الحفيله بيناتنا دابا ما يخليوش بحال هادو خصك تخي ديري لهم هاه هذا الجدري اقول اسلام المهم بنات مساكن دار واحد الحفله كشنو ديال شي الحفله كنحتفلوا بك بمناسبه الحمل ديال التامر والسهيله مساكن كيحتفلوا بيا بمناسبه الحمل المره الثالثه ماشي الثالثه لا ما كنتش عارفه مسكين كاع المره الثانيه عارفه المره الثالثه الحمد لله مزيان وكلشي صافا امين يا ربي والصراحه نشطنا وضحكنا وكلفوا من راسهم وكلفوا الصراحه غير داك باش وقفي وديري وتوقفي وتعطي الوقت وخصك هادي وخص هادي راه فريمون غير في هذاك الشيء راه بحد ذاته شي حاجه اللي كبيره وشكرا لكم بزاف وشكرا لك اكيد على الحضور وشكرا للفريده فريده طيبة من الدجاج وهادي غسلاتو انا صبتو وهادي صباتو ومولع غلاتو وشكليتو هي تما صباتو هي شنو هادي غلات شنو من تما من تما لا قطعتها انا وهادي هي غير قبلات واش كتكذبوا عليا هادو كيكذبوا عليا شرمت شرمت الدجاج حطيتو وقربنا بالصلاة وفريده درتو في الطاو وعطيتو طيبو كلشي مولا الدجاج بيد اليدين وهي بالضبط دارت صوبة ديسير ديسير
وهذه مسكينه عزرا راه كيعيط في الصدقه دابا حياتها في البرد واش ديني انا كنهضر حياتك عايله انا حياتي سرات ولدنا يتعشى في اللي طلع يدبر له على العشاء والله الا سرت توصلت انا كنت نسال البابا قلت له الضياف مسكين وطيب وحامد مسكين راه زعما حتى راه سميتو حميد حميد وحميد شوفي انا حمد الله وشكرا احنا عندنا حميدات حميدين حميدين من الحميدين الشاكرين من الحسنين والبنات باش غنشير بعدا واحد النقطة عندها عندها تفكرت في قصة قبيلة دارت بشرى اللايف وحدة قالت لها ويلي على جهالة وانا شي جهالة عباد الله راه ما كاملينش 50 الحمد لله حتى واحد فينا ما فيه كورونا اول حاجة ثاني حاجة اللي ما غايسيبنا غير لشي حاجة بغاها من الله راه ما يكون باغي لك شي حاجة الله تمشي تمشي تكوني غدا غا في الزنقه وتلقاي عباد الله وتلقاي تسلمي على شي حد ويوقع لك شي حاجه فالحمد لله انا بيضر اللي جايبه معايا واش كنقول مطهر كنسلم مطهر هكا هو المطهر ها حبي والله الا دايره الحب في التليفون انا دايره الماي لوف انا ما كذب انا ماي لوف انتي ما يخاف هادي ماي لوف انتي شنو دايره ماي لوف بركاني يلا بسلامي عليكم والله يا رب وصلنا فريدة مسكينة راه زبركي شايفنا باش يوصلونا وبسلامة وشكرا لكم كاملين كنا على العذاب الأليم وشكرا اللي جاو مع فريدة جارتها ونسها وصافي قطعوا كامل قلبك وشي حاجة ماشي المهم الله يكفيك الله يكفيك على خير حملت المرة الثالثة كما كتقول هي والعقبة ان شاء الله السبوع نفرحوا معها لا راه باقي ما بقى والو 22 شهر 6 العمارية انتظروا العمارية غتهز في العمارية غتهبط هي وطلعوا غنبقاو نطلعوا بوحدة في العمارية حنا نطلعوا في العمارية ما خداتش كلشي نطلعوا حنا دير شي شي انا كنعقل وريني فيديو 23 23 6 دينا شاشة في العمارية انا ما نفكرش مع العمارية غتبقى العمارية تهز وعمارية تحط ما كرهتش اصلا كلشي عندها فوق العمارية شكرا لك فاطمه زهره باي باي